30 نقطة محاولة البعيدة فريق الوداد، فوزي عبد الغني يحاول وتدخل دفاع فريق الفتح الرباطي، تسديدة قوية ديد لفائدة فريق الوداد، يأتي مع بداية المباراة لقاء قوية. سي محمد دوان، دفاع قوي لفريق الوداد، لا خيار للوداد إلا هذا الدفاع هذا، ولكن خص يكون دفاع يعني إلى الدردشة مع المكتب المسير لفريق الرجل. محاولة لفائدة فريق الوداد، بدودان يقذف بعيد عن مرمى الرياضي، كل كبيرة وصغيرة عن الأخبار المتعلقة. تنفذ الركنية لفائدة فريق الوداد، وفهامي من قلب الشباك، فهامي ينقذ مرمى اتحاد الفتح الرياضي. كانت محاولة خطيرة لفائدة الوداد، مرة أخرى الوداد يحاول، نتابع بالعرض البطيء محاولة الوداد وتدخل وبالإعادة المحاولة الثانية. العرض البطيء، أجدو ينفذ وفهامي يبعد، خطيرة لفائدة الوداد. ومن حسن فهامي ضربت في المكان اللي واقف هو، كون مشى للجهه الاخرى. هذه الخبره ديال فهامي، لان فهامي هو من وضع الحاجز الدفاعي لفريق وهدف لفائده فريق الوداد، هدف لفائده الوداد بواسطه مصطفى بيدودان. مصطفى بيدودان يسجل هدف لفائده الوداد، وسنتابع رد الفعل بالرباط والخميسات. جمهور الوداد هنا يشجع الفريق، وهدف في مرمى فريق الفتح الرباطي بواسطة مصطفى بيدودان. البطولة حتى الآن هي لفائدة الوداد، انتصار الوداد وتعادل الرجاء وفوز دفاع الحسن الجديدي يمنح البطولة للوداد حتى الآن. وهذه الضربات الرأسية تقريبا واحد خمسة ولا ستة ديال الضربات الرأسية كانت خطيرة على فريق الفتح. إذا بالنسبة للضربة الرأسية كانت هي المسألة القاتلة بالنسبة لفريق الفتح، هي الضربة ديال الرأسية ديال مصطفى بيدودان اللي أعطت الهدف. ونتابع بالعرض البطيء المحاولة والهدف لفائدة فريق الوداد بواسطة مصطفى بيدودان، تمريرة ذكية واستغلال أذكى للاعب بيدودان، يحاول التسديد بالفعل، السقاط في التنفيذ، كينفذ وفهمي بسهولة.